سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. كما وعدناكم خلال العطلة الربيعية عم يزيد سيزور مدن الوطن برعاية مجمع الشروق وشركة رامي. يرحب بكم أشرعة ولاية البليدة يوم الأربعاء 21 مارس بمناسبة عيد الشجرة من تنظيم مديرية الشبيبة والرياضة بالتنسيق مع مديرية الغابات، حملة تشجير كبيرة مع الأطفال على 10 صباحا بحظيرة الشريعة بولاية البليدة. أما الحفل فسيكون في نفس المكان على الواحدة بعد الزوال. الدخول مجاني للأطفال وأوليائهم، كونوا في الموعد. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية